الشيخ محمد طاهر من مواليد 2017 في طمقرة، حافظ القرآن مبكرا، حافظ المتون متعلقة بالدين فقها ولغة وسيرة وتاريخا وعلوما للحديث والقرآن. الشيخ طاهر حفظه الله موسوعة علمية متنقلة ومدرسة أخلاقية متنقلة. والذي أسماه مدرسة أخلاقية هو الشيخ محمد صالح صديق، ذكره الله بخير وأطال عمره وحفظه. هو الذي سمى الشيخ طاهر المدرسة الأخلاقية المتنقلة لأنهما من جيل واحد، وكان زميلين ورفيقين في درب التعلم والتعليم والجهاد في سبيل الله. الشيخ طاهر اجتمع فيه ما تفرق في غيره. الشيخ طاهر عالم، الشيخ طاهر ولي من أولياء الله، الشيخ طاهر مجاهد كبير في حرب التحرير الجزائرية.